أعزائي مشاهدي قناة بغداد الرشيد والكرامة نيوز وأهلا وسهلا بكم وبرنامج لقاء اليوم ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور طارق السام الرائي أهلا وسهلا بك دكتور الله يعزك ويخليك أستاذ راغب بارك الله بك وبارك الله بصوتكم الحب الوطني وجماهيركم الواسعة وأتمنى لكم كل التوفيق في كل مجالات الجهاد والنضال القومي أشكرك أشكرك دكتور دكتور اليوم احنا محضرين محاور عديدة راح نتحدث بيها لكن اليوم أريد الجماهير أو المشاهد الكريم أريد نعرفه من هو الدكتور طارق أنا بالنسبة لي أعرف دكتور طارق دكتور طارق الـ الـ الإنسان والأكاديمي اللي تخرجوا على ايد العشرات اللي حصلوا على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لكن اريد اريد نبذه مختصره عن دكتور طارق السامرائي الراعي. اشكرك جدا استاذ راغب على هذا الاطناب والحقيقه يعني وبكل تواضع انا اكملت الدراسه مالتي في جامعتين هي جامعه شتوتقارت على الماجستير في الاداره التربويه في المانيا وبالتالي حصلت بعثه لان كنت ثاني على الدفعه مالتي بالنسبه للكليه اكملت الدراسه مالتي في الولايات المتحده الامريكيه أنا وزوجتي وحصلت على ماجستير من جامعه كنساس بدرجه امتياز في علم النفس التربوي ثم شهادة الدكتوراه بدرجة شرف أيضا في علم النفس العلاجي clinical <applause> psychology <applause> <applause> وبالنسبة إلى المجالات الإدارية تبوأت مواقع عديدة منها مدير عام ومنها عميد كلية ومنها إلى وصلت إلى درجة نائب رئيس جامعة جامعة بابل نعم. والحقيقة حصلت على درجة الأستاذية من جامعة بغداد 1996 شاركت في عدة مؤتمرات عالمية إضافة إلى ذلك أنه عندي 48 مؤلف ضمن الاختصاصات العلمية التي أختص بها نعم. بالنسبه الى الماجستير والدكتوراه بحدود حوالي 14 حسب ما اذكر يعني اتذكر انه 14 رساله ماجستير اشرفت عليها و14 الى 15 شهاده دكتوراه ايضا كنت اما مشرف اول او مشرف ثاني ومارست العمل اللي ده. نعم. مسيره مسيره حافله مسيره حافله بالعطاء الله يعزك ويخليك وحقيقة أنا كنت يعني جزء لا يتجزأ من من مساحة عريضة علمية للكفاءات والقدرات العراقية اللي كانت منتشرة في كل أنحاء العالم بفضل الحقيقة الدولة التي كانت ترعى التربية والتعليم منذ عام 68 أو قبل ذلك حتى يعني إلى أن الحقيقة أصبح للعراق كادر متقدم كبير بالنسبة إلى الجانب العلمي والتكنولوجي من فرنسا وجميع الدول الأخرى <applause> عدت للعراق لكي أخدم بلدي وشعبي ضمن التوجهات الـ 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 الوطنية والقومية وباختصار جدا يعني بصراحة بعد مع الأسف الاحتلال أو الغزو العراق من قبل دول الاجرام ومن قبل الدول الظالمه اللي ترعاها امريكا وبريطانيا وحلفائهم في ذلك الوقت وبعد ان يعني تم تهديدي بال... بما يعني قد يسبب لي مشاكل غادرت العراق متوجها الى بريطانيا وانا ذاك يعني استطعت استطعت الحقيقه ان اوظف بعض هذه الطاقات العلميه والتقنيه ولا زلت لحد الان يعني لم اتغير ولم انفصل او ولم احمل عقيده غير العقيده الوطنيه القوميه العربيه هاي آه العقيدة اللي آني يعني نبعت من مصدر الإيمان العالي ولازلت لحد الآن أشارك في كل المجالات وفي كل المؤتمرات بما يصب في بودقة الوطنية وخدمة البلد والشعب العراقي والشعب العربي بشكل عام دكتور وطبعاً مع الاسف نقول انه هو هذا حال الكفاءات والنخب اللي اللي بنيت في العراق عشرات السنين هذا حالها اليوم انه اصبحت في بلدان العالم اجمع مشتته واليوم العراق يمر بمشكله كبيره جدا منذ اليوم الاول للاحتلال الامريكي ومن ثم الاحتلال الايراني. اليوم محورنا الاول دكتور راح نتحدث به عن عن ما يسمى الانتخابات ومهزله ومسرحيه الانتخابات آه هذه الانتخابات الفاسده وهذا النظام القمعي الطائفي الفاسد الذي خلقه الاحتلال وكرسه الاحتلال من خلال ادواته اليوم نحن نعرف جميعا انه الانتخابات كانت مطلب ثوار تشرين اين آه اين اين ثوار تشرين من هذه الانتخابات وماذا وماذا تعني هذه الانتخابات الفاسده اليوم التي تجري في العراق؟ نعم والله استاذ راغب يعني هذا الموضوع اولا واسع وعميق وهو حديث الشجون بصراحه خاصه الى بلدنا العراق اللي يتمتع بعقليات وثقافات متنوعه ومتقدمه ايضا أيوة. وكان يدعى في التاريخ انه هو جمجمه الامه. الانتخابات الحقيقه اذا نظرنا إليها بطريقه مبدئيه فهي المصدر والمنبع لتطبيق كل مواصفات وميزات الديمقراطيه اللي الان هي الحمود الفقري لكل حالات التطور والحضاره والتقدم في العالم ولانها الممثل الشرعي لاطياف واشكال الحريات الشخصيه والشعبيه والفكريه والمهنيه والعقائديه والديمقراطيه هي ليست مفهوم هامشي او عفوي لكي الحقيقه تبتعد عن السياقات والتصرفات والسلوكيات تطرح على بساط الواقع ويجب ان تمارس هذه السلوكيات وهذه التصرفات بشكل بحيث يخدم الاراده الوطنيه والتوجهات القوميه وبناء الامه بكل مؤسساتها المطلوبه مؤسسات برلمانيه، مؤسسات العدل، مؤسسات التعليم مؤسسات القانون وهذا العمود الفقري الحقيقه لاقامه دوله ممكن ان تحظي باسم مفهوم الدوله اما في حاله غياب كل هذه العناصر الاساسيه لا تصبح هناك ديمقراطيه ولا تحظي عمليه الانتخابات بالصدق والامانه والوفاء لاجل ان تلتقي بالناخبين وتلتقي باصوات الشعب الى مستوى الطموح انا في تقديري الانتخابات هي المصدر الرئيسي او المنبع الذي يمكن ان ينتج من رحم السلوكيات اللي يتبعوها في البرلمانات التطور العلمي والتطور التقني ورفاهيه وسعاده الشعب وهي الأهداف الأساسية للديمقراطية ولكن إذا كانت الديمقراطية عن طريق الانتخابات تذبح الحقيقة في سبيل مجموعات فئوية أو طائفية أو لأغراض مذهبية وتحزبية ولأجل خدمة الأجنبي فأنا ذاك الحقيقة الانتخابات راح تخرج عن إطارها الإنساني واطارها الاخلاقي وتصبح هي عباره عن عمليه ممارسه خاليه من الـ من الـ من الـ الابعاد ممارسة. والسياقات الـ التي يطمح اليها الشعب فلهذا مثلا عن طريق البرلمانات والبرلمانات هي يفترض ان تكون الممثل الشرعي لطموحات واهداف وتطلعات الشعب لانه الناخب عندما يذهب الى صناديق الانتخاب يجب ان يكون على درايه كامله الحقيقه وثقافه عاليه بانه سينتخب الشخص المناسب لاجل الموقع المناسب <applause> الـ الـ بالاضافه الى ذلك علينا قبل ان نمارس عمليه الـ الـ الانتخابات يجب ان نجدد في صفوف الجماهير مفاهيم الديمقراطيه ومفاهيم الانتخابات بشكلها المطلوب لذلك يفترض الحقيقه من ناحيه المبدأ ان تكون الانتخابات متناسبه تناسبا ايجابيا مع طبيعه الاهداف والطموحات التي نحاول ان نرتقي بها الى مستوى التطبيق وتحقيق المجتمع الاشتراكي العادل القانوني الصحيح. دكتور اللي دكتور اللي تحدثت به نعم كله صحيح هذه هي الديمقراطيه وهذه هي ممارساتها وهذا هو معنى الديمقراطيه لكن ديمقراطيه بظل سيوف وسلاح الاحتلال وسلاح الميليشيات يعني هذه شلون شلون راح تكون هاي الانتخابات تحت هذا ال... تحت هذا السلاح وهذه وهذه العصابات الموجوده اليوم بالساحه من الفاو الى الى شمال العراق هو حقيقه يعني من ناحيه المبدا لا يمكن ان تسمى الانتخابات بالعراق في ظل هذه الظروف القاسيه وعدم وجود اي سياقات او سلوكيات ديمقراطيه بانتخابات صادقه و... ووفيه وطموحه وممثله شرعيا لكل ال... انواع الحريات اللي من ضمنها آ... حرية التعبير وحرية الرأي وحرية المشاركة هذه قد أجهضت الحقيقة منذ عام 2003 لأنه المخطط أو السيناريو اللي حمل ال... الاحتلال هو بالعكس لأجل إجهاض هذه السلوكيات وتحويلها إلى سلوكيات بها سياسة التجهيل والشعوذة والأذى والظلم وانا ذاك الحقيقه يعني راح نفقد كل مقومات الديمقراطيه، الانتخابات في العراق الحقيقه انتخابات خاليه من كل من كل ممارسه ديمقراطيه يعني تستخدم بها عمليات التهديد وعمليات التهجير والناخب يجب ان يكون حقيقه غير غير عادل في ادلاء الصوت ماله من حيث انه الطائفيه والفئويه والميليشيات اللي موجوده تملي عليه املاءات كثيره بحيث انه عندما يدلي بصوته في صندوق الانتخابات يكون هذا بدافع غير ديمقراطي وبدافع غير عادل وغير قانوني الانتخابات في العراق إلى حد هذا الوقت ومنذ أن تمت ممارستها الحقيقة كانت مجيرة تجيرا كاملا للجانب المذهبي والجانب الطائفي والجانب الميلشاوي وليست لصالح الشعب وليست لصالح الأهداف الوطنية أبدا إطلاقا واللي يتلاعب بهذا الأمر من المؤسف جدا أنه الدول الأجنبية وإيران إيران كان لها دور يعني كبير في ترقيم وفي تشخيص البرلمانيين وعملية الانتخابات لا بل أنه حتى أدوات وصناديق الانتخابات تجلب وتستورد من إيران ومن دول أخرى إضافة إلى ذلك أنه أمريكا وبعض الدول الأخرى الحليفة لها كانت هي جدا مرتاحة إلى هذا الوضع هو وضع أن تبقى الانتخابات بيديها لأجل أن تفرض هيمنتها وتفرض إرادتها ويبقى البرلمان الشبه مؤسسه ساقطه في يد الاستعمار وساقط في يد ايران والمذهبيه والطائفيه وبالاضافه الى ذلك يتم تحريكها وتفعيلها من قبل الميليشيات اللي موجوده على ساحه الوطن دكتور. فأني دكتور, 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 دكتور دكتور اليوم العراقيين رفضوا الانتخابات العراقيين نعم. الانتخابات الاخيره لم يشارك بها الا نسبه متدنيه جدا يعني ما يقارب ال15% نعم. الى 18% على اكثر تقدير لكن نعم. نفس الوقت انه المجتمع الدولي قاعد يشوف وقاعد يشاهد وعنده عند الاحصائيات عن عن عزوف العراقيين عن المشاركه في هذه الانتخابات لماذا هذا الاصرار نعم. لماذا هذا الاصرار من قبل المجتمع الدولي على اجراء الانتخابات في في هذا الوقت بالذات هل هو تكمله لمشروع الاحتلال وتدمير العراق نعم نعم الانتخابات الحقيقه هي ماده اساسيه لأجل تمرير كل المخططات المطلوبة يعني أنا تكلمت وقلت أنه الولايات المتحدة الأمريكية أو دول بعض الدول المتحالفة معها والتي ترى في العراق وموارد العراق ومو بس العراق وإنما الوطن العربي كل الحقيقة بس العراق بالوقت الحاضر الانتخابات تخدمها خدمة جليلة وتقدم لها التسهيلات والسبل والاليات لاجل ان تصل الى اهدافها. ثوره تشرين والثوار العظيمة وهذا الشعور الوطني الكبير باعاده امتلاك الاراده الوطنيه الحقيقه وعدم الاعتراف بالانتخابات هو موقف مبدئي وانساني وواقعي وقانوني في نفس الوقت. الشعب يطالب بعدم مزاوله هذه الانتخابات التي تعتمد على التزوير وتعتمد على الميليشيات وتعتمد على الطائفيه والحقيقه يعني الانتخابات خرجت عن اطارها الاخلاقي والقانوني وجيرت الى الى فئات وجهات معينه الغايه من عدو الوصول الى المواقع البرلمانيه ومن المواقع البرلمانيه الى مفاصل الدوله ومؤسساتها لاجل الهيمنه على هذا البلد المقتدر البلد الكبير البلد العلمي. انا في تقديري يعني انه الحقيقه ثوار تشرين يعني وفي ظل الحاله السلميه كشعار رافعين انها ستنجح وانها ستجهض كل المؤامرات والبرامج التي تحاول ان تختال الاراده الوطنيه في العراق والانتخابات مهما جرت فالنتيجه واحده انه ستكون عمليه تزوير تجيير بتوجيهات من ايران بتوجيهات من دول اجنبيه اخرى لاجل ان تبقى هذه الاجنده قادره على خدمه مصالح هذه الدول، اما مصلحه الشعب فلا احد يهتم بها الا الشعب نفسه. ولهذا انا لا اتامل ولا اتوقع ولا يمكن ان اصدق في نفس الوقت ان هذه الانتخابات ستكون حره وتعبر عن راي الشعب وتعبر عن راي ثوره تشرين والثوار والثوار الذين يطالبون بابسط ما مستلزمات الحريه وهي حريه ابداء الراي حريه الاختيار حريه التعبير عن الراي حريه اقامه المؤسسات حريه التعليم، اختيار التعليم، القانون، العداله يعني الجوانب الحقيقه اللي موجوده الان في العراق يعني كلها سيئه وكلها ساقطه بيد الميليشيات ولا يمكن لا يمكن التغيير بوجود ايران وسيطره ايران على هذه المرافق وكيفية قيادة الميليشيات باتجاه تحقيق اهدافها الخاصة. فالانتخابات لا يمكن ان ان تتم بهذا الضوء بضوء هذه الظروف القاسية والمستجدات التي تجير لصالح هذه الدول. لكن في نفس الوقت امريكا وايران تصر على هذا الموضوع لانه الوقت جدا مهم. وحساس ولربما يعني المفاوضات مع على المفاعل النووي وبعض الازمات التي التي تسجد على الساحه لربما يعني تحاول ان ان توقف مسيره هذه الانتخابات بطريقه ما ولكن الاستعجال او ال... 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 الاسراع في عمليه ال... الانتخابات يكون لصالح هذه الدول وهم وعدم الاهتمام بمصالح الشعب او مصالح الثوار. <applause> آه. آه، تشرين وثواب تشرين وكل الاحرار الذين آه يقفون يعني قامات وطنيه كبيره في الساحات هم الحقيقه يعني رموز النصر القريب ان شاء الله بعونه تعالى وكلما استطاعت هذه الجموع الجماهيريه تحقيق تقدم في مسيرتها فان الانتخابات ستؤول الى السقوط وستكون عمليه الانتخابات عمليه هامشيه وغير قانونيه ولا عقلانيه ولا اخلاقيه في نفس الوقت. هذا هو التفاوت انه الثوار والثوره والاحرار يريدون ويرغبون ان تسقط هذه الانتخابات لانه مسبقا لديهم المعرفه والدرايه والادراك الكافي بانها لا تخدم المصالح الوطنيه وانما تخدم المصالح الفئويه والطائفيه وتخدم مسارات <applause> ودروب ودهاليز الظلم والقهر والاذى. لذلك يصرون على عدم يعني الاشتراك او اقامه هذه الانتخابات بما يخدم مصلحه ايران ومصلحه الدول الاجنبيه. دكتور دكتور لكن اليوم مثلا احنا نشوف الاخبار انه نلاحظ انه المنظمات الدوليه يعني ممثله مثلا الاتحاد الاوروبي، الامم المتحده او المنظمات الدوليه الكبرى انه تقول انه احنا راح نراقب هذه الانتخابات، احنا عندنا فريق متكامل سيزور العراق في هذه الانتخابات. هؤلاء عندما يشاهدون انه هنالك نسبه متدنيه جدا يعني من يشاهدون عزوف العراقيين عن المشاركه بالانتخابات. هل سيقولون كلمه الحق لا اعتقد ذلك. يعني احنا جازمين انه الدول التي شاركت في اغتيال الاراده الوطنيه بالعراق منذ 2003 وحتى هذا الوقت هي عندها مشروع وهذا المشروع مشروع الحقيقه خالي من الانسانيه ومن القانونيه والعداله. حتى الاحتلال احتلال العراق لم يكن بمشروعيه من قبل الامم المتحده وانما كان بسلوكيه رعناء من قبل بوش الصغير وبلير وجماعته وبعض الدول اللي اللي الحقيقه يعني ساندت امريكا في هذا الانجاز اللا اخلاقي واللا قانوني ولا ادبي ولا انساني. الانتخابات يعني اصبحت هي ساحه للمساومه وغضح للحصول على مواقع الحقيقه تخدم الاجندات للميليشيات وتخدم الاجندات لل... لل... للطائفيه و... والجهل وعوامل التخلف و... ما البرلمان البجلمان ما عنده ذاك الاطار القانوني البرلمانيين كلهم ما عندهم شهادات ولا عندهم خلفيه، جمع م... تم جمعهم من قبل شوارع العالم وجاءوا بهم على اساس انهم معارضه والان تطرح الاسماء والا يعني الانتخابات يجب ان تكون بها مواصفات ومؤهلات وكفاءه عاليه لاجل ان يتحلى بها النائب وينقل طموحات واهداف وتطلعات المواطن الناخب الى الدوله او عبر البرلمان لاجل الحصول على التقدم في التقدم في كل نواحي الحياه في التعليم وفي الصحه وفي القانون وغيرها. اللي استاذ راغب يعني المنظمات الدوليه والمنظمات الانسانيه ولا ايضا في الوقت الحاضر الكثير من العدالة ربما قد يصل إلى 80% هو أيضا عند عملية انحياز بسبب السياسة إلى بعض هذه الدول وقسم من عدها لا يستطيع الحقيقة استكمال متطلبات التصدي لهذه الأمراض اللي من عدها هي الطائفية والمذهبية والاعتداء على الإرادة الوطنية للشعوب لأسباب عديدة الآن الآن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا يتسيدون المواقف الحقيقة ويقودون السياسة العالمية باتجاه المصالح التي تخدم مشاريعهم فلهذا أنا لا أأمل الحقيقة وليس لدي طموح كبير في مسألة أنه المنظمات الدولية سوف تكون عامل مساعد وعامل دعم بالنسبه الى وهي وهذا ليس موقف تشاؤمي وانما واقع الحال الا من بعض المنظمات الاخرى الانسانيه والمنظمات الخيريه والمنظمات ال... التي تدعم حياه الشعوب لربما يكون لها مقول لكن موقفها ضعيف احنا نعتمد انا وكل آ... الشاعرين والداركين للسياسة المحلية والدولية أنه الشعب هو الحقيقة المحرك الأساسي لتفعيل إعادة الإرادة الوطنية إلى 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 العراق العراق ب بشعب العظيم وبثوار تشرين وبهذه المواقف الوطنية المميزة مميز الحقيقه مع جهود ونضال العراقيين خارج والعرب ايضا خارج العراق هو الذي سيرسم الصوره والخريطه الصحيحه لاجل انقاذ العراق من براثنها هذا المخطط اللئيم هذا اللي اعتقده يعني اما يعني أمن و أمننا كبير في الشعب أمننا كبير في الثوار أمننا كبير في حالة الإيمان اللي دا تتعمق يوم بعد يوم في عقول وقلوب الثوار من أجل إنقاذ العراق من هذه الأزمة الكبيرة ومحاولة إيقاف هذا المد الإيراني عن طريق الطائفية وعن طريق الميليشيات ويعود العراق الى مربض العروبه والى الوطن الكبير. المؤسسات من ضمنها يعني مؤسسات كبيره موجوده يعني يعني الامم المتحده حقوق الانسان الدفاع عن الديمقراطيه مؤسسات موجوده في اوروبا واحنا عايشين في اوروبا يعني. هذه المؤسسات تحاول جاهده يعني الحقيقه لكنه الوضع والواقع الحال أنه الدول الكبيرة الدول المعتدية الدول التي ترى مصالحها في النفط والغاز والمعادن وغيرها أنا أعتقد لا يمكن حقيقة مجابهتها ورسم التحديات أمامها إلا بطريق الشعب أمن كبير أمن كبير يعني نعم أولا بالثورة من الداخل نعم. ثوار تشرين نعم. وطاقاتهم وإمكانياتهم وبالتالي إيمانهم والإيمان جدا مهم هم مؤمنين إيمان كامل بأنه هذا طريقهم آه الذي يرسم مستقبل العراق وإن شاء الله كل خير يضاف إلى ذلك جهود آه المنظمات العراقية والعربيّة هو هو العراقية. ضمير من أجل إسناد ودعم هذه الثوره حتى الوصول الى شاطئ السلام دكتور لكن دكتور لكن بالمقابل نلاحظ انه ميليشيات او ما يسمى بالتيار الصدري تدعي هي صاحبه مشروع ورساله ثوره تشرين ونعرف انه التشرين براء من من هذه الميليشيات ولهذه العصابات وبنفس الوقت نلاحظ انه هنالك صراعات اليوم صراعات على ما يسمى نعم. الانتخابات ما بين التيار نعم. الصدري والمجاميع والمج الاخرى من الميليشيات واضافه الى الصراع القائم ما بين التيار الصدري والمالكي فما نعم. ما هو تفسيركم لهاي, لهاي الحاله والله استاذ راغب يعني اريد ان انطلق من مسلمه حقيقيه يعني بالواقع انه ايران دخلت في مخطط تدمير العراق مو من 2003 وانما قبل 2003 ولو اطلعنا على حيثيات مؤتمر لندن واربيل لوجدنا لو انه ما يدعى بالمعارضه وهي ليست معارضه حقيقيه يعني مع الاسف شاكوا بها يعني حتى الدول العربيه ناسف لهذا الموقف يعني ظنا من عندهم انه تغيير النظام الوطني في العراق سابقا لربما يخدم مصالحهم واجنداتهم السيناريو الذي وضع في ذلك الوقت هو انه ال تدمير العراق بالدرجه الاولى والدليل على ذلك هو ما حدث يعني اشتتات البحث و و تهجير كفاءات تهجير و الجيش العراقي وتدمير المؤسسات وهذا هذا دمر العراق اداريا وبلير يعني في ذلك الوقت مع الاسف يعني هذا الرجل الارعن ايضا يعني كان يقول انه احنا ما عدنا غير هذول اللي شفناهم واستعينينا بهم لانه هم المعارضه الميليشيات اسست حتى قبل 2003 عندك حزب الدعوه يعني حزب الدعوه اسس من من 1900 و... و... و 64 65 يعني هذا اسس في ايران حزب الدعوه وكان محرم لانه يتقاطع مع كل الاهداف الوطنيه والقوميه وعندك كثير من الميليشيات اللي اللي الحقيقه الان تتناحر على البرلمان والمناصب والهذا ال... هم متالفين من ناحيه المذهبيه متالفين من ناحيه التوجهات ال... العامة بإرشاد وتوجيه من إيران والحرس الثوري إلى قدس لكنه تقسيم تقسيم المصالح هو اللي خلى التيار الصدري يبتعد عن الـ عن الـ عن بقية الميليشيات اللي بدر الحزد الشعبي ونوري المالكي في وقت من الاوقات كان له علاقات مع التيار الصدري لكن لما شاف مصالحه الحقيقه قد تهدر في بعض مفاصل الدوله واضافه الى ذلك استدرار المال الغير مشروع بدا الانفصالات بيناتهم فهي من ناحيه المبدا هم كلهم الحقيقه يعني متفقين على المشروع التدميري التهديمي للعراق وسوريا ودول اخرى وفي وقت من الاوقات مو بس يعني فضل ابو العباس ومدني الميليشيات الاخرى هذا كلها بشار وحزب الله العراقي وحزب الله اللبناني فهي حقيقه يعني التحليل هو المصالح يعني تحليل هذه الفجوه اللي دا تحدث بين ليست أديولوجيا أديولوجيا هم كلهم منتمين الى نفس التوجه العام من ايران من ايران آه. هي هي اللي هي اللي تقدم وتاخر في مساله الميليشيات وهي اللي ما ميليشيا بدر يعتمد عليها اعتماد كبير آه. آه. التيار الصدري الحقيقه مساحته اوسع وسرايا السلام وجيش المهدي هاي اللي اسسوها والجناح الجناح العسكري بالنسبه هذه الامور الحقيقه اني في تقديري لا تؤخر ولا تقدم شيء ما زال التوجه هو توجه تدميري وهدم وانما هو مساله الحصول على اكبر مكاسب موجوده ومن خلال البرلمان وفي قبل ايام يعني الحقيقة التيار الصدري كان ينشر أنه إذا لم يحصل على على مئة مقعد في البرلمان فإنه سيغادر سيغادر الساحة السياسية بس ما ما قال أنه يعني التيار الصدري أنه يصطدم أو أو يتقاطع مع الميليشيات الأخرى الميليشيات الأخرى عدة توجهات والهدف واحد والتكتيك الاستراتيجي موجود عندهم من قبل ايران بقى فقط انه هذه المفارقات الوقتيه اللي بيناتهم الحقيقه هي وقتيه ومصلحيه وتصب في مجرى خدمه ايران. نعم دكتور خلي خلينا نطلع فاصل ونعود المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي مشاهدي قناه بغداد الرشيد والكرامه نيوز اهلا وسهلا بك دكتور مره ثانيه شكرا جزيلا بارك الله بك الله يعزك ويخليك يا استاذ راغب انت اشكر و... دك اشكر دك دك... <applause> دك... دك... دكتور بنفس الوقت اريد ارجع حتى نكمل الحديث اريد ارجع الموضوع المنظمات الدوليه والامم المتحده مثل ما تفضلت حضرتك الان انه سيطره هذه الميليشيات المدعومه من ايران وبالنتيجه وسيطره الحرس الثوري الايراني على مقاليد الحكم في العراق، إذن بالنتيجه العراق محتل، لماذا هذا السكوت من قبل المجتمع الدولي على موضوع احتلال العراق من قبل ايران؟ نعم. والحقيقه اني اردت ان يعني اتحدث ب موضوع قبل ما ادخل الى هذا الموضوع الواسع الكبير انه الميليشيات نشات بشكل علني منذ عام 2007. مرت بثلاث مراحل استاذ راغب. المرحله الاولى هي مرحله تطور الميليشيات. الميليشيات كانت تقتصر على عدد ضعيف او ضئيل من الجماهير. اللي ينتمون الى فكر الميليشيا اضافه الى ذلك يعني طورت نتيجه الدعم والمساعدات والتوغل الايراني في مفاصل الدوله العراقيه. نعم قبل 2003 بدعم من ايران يعني حزب الدعوه انشئ هاي المرحله الاولى. و استلم استلم رئاسه الوزراء منذ عام 2009 بوجود 2005 العفو بوجود النور المالكي وظلت هذه العمليه ثم تم تطوير ودعم منظمه بدر اللي تاسست بال 81 في طهران ومن قبل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكان يقودهم محمد باقر الحكيم وقوات الحشد الشعبي جت بعدها التنويع ايران مالت الى التنويع وهذا التنويع هو اللي الحقيقه يكون المظله لاجماع كل المذهبيين ولكن بشكل مختلف من مليشيا الى مليشيا جيش المهدي اجى ايضا اضافه الى ذلك يعني المرحلة الثانية اللي جت هي مرحلة الانتخابات الحقيقة انتقلوا وبتوجيه ايضا من من ايران ومن امريكا ايضا في وقتها. آه وتم تعيين وتم تعيين الاشخاص اللي ممكن ان يخدمون هذه المصالح الاجنبية بطريقة الانتخابات وبدات الانتخابات وكل الانتخابات اللي جرت يعني حقيقة كانت يعني وكان المالكي 2010 صعود يعني بيد 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 الطائفيه وبيد الميليشيات وهم اللي يقدمون الناخبين وهم اللي يحرضون العالم على انتخاباتهم المرحله الثالثه الحقيقه هي مرحله انشاء ميليشيات فرعيه وهذا ايضا جزء من التكتيك العام بالنسبه له الرئيسيه كانت بدر وكانت الدعوه وكان الحشد الشعبي وجيش المهدي ولكن بعد ان محاوله توسيع ايران والتوغل في الساحه المذهبيه وفي الساحه الطائفيه اكثر بدت تتفرع عن هذه الميليشيات فروع عديدة أخرى نعم. من ضمنها القوات الشيعية التطوعية من, من ضمنها الولائية من ضمنها مؤسسة السستاني بكربلاء سرايا السلام خلف لجيش المهدي اللواء أبو الفضل العباس حزب الله العراقي كتائب كربلاء كتائب السجاد، زيد بن علي واثق البطائل هذه هذه لاجل توسيع مساحه الهيمنه على شريحه معينه باسم الطائفيه والمذهبيه ولاجل ان لا تكون الميليشيات الرئيسيه مشغوله بهذه الفرعيات فتوسعت هاي مرحله ثالثه الحقيقه وهي المرحله اللي بدأ بها التدريب والتسليح والاغتيالات وكثير من الأمور بشكل منظم وبدعم منها من إيران وبعلم من أمريكا وبعلم من أمريكا والدول السكوت القاتل الصامت من قبل بعض المنظمات الدولية والهذا تبع للظروف تبعا إلى الرؤيه العامه الى امريكا مؤثره تاثير كامل يعني على على كثير من الدول عن طريق المساعدات الماليه عن طريق ترامب عندما اوقف كثير من المساعدات الماليه لبعض المنظمات الاخرى هو عباره عن يعني م... م... تهديد للانسانيه وتهديد للحريات ال... العالميه ومنظماتها وجهاتها ف امريكا لديها الورقه الرابحه اضافه الى ذلك انه امريكا من ناحيه المبدا انا في تقديري ليست ضد ايران اطلاقا لا. هناك اتفاقات سريه موجوده على كثير من مرافق الحياه وحتى على المفاعل النوويه ولكن ضمن مصلحة كل بلد نعم. فهذه المنظمات اللي موجودة منظمات اللي موجودة في في أمريكا الجنوبية تلعب دور كبير في دعم وإسناد حركات التحرر في الوطن العربي وكثير من عدد اللي ساهمت أيضا في مساعدة وإنجاح عودة طالبان إلى أفغانستان هذا الحقيقة الوضع يعني هو في حالة تقدم وتأخر نتيجة الضغوط الدولية والعالمية وموقف أمريكا والاتحاد الأوروبي بعض الدول اللي موجودة به مثل بريطانيا وفرنسا الحقيقة تلعب دور كبير في عملية عدم قدرة آه هذه المنظمات على إبداء صوتها الصريح العادل القانوني لأجل المصلحه الوطنيه في العراق وبلدان اخرى دكتور السبب دكتور هذا الكم هذا الكم الهائل من الميليشيات اللي ذكرتها حضرتك المدعومه طبعا من نظام الارهاب نعم. النظام الايراني هذا الكم الهائل من هذه الميليشيات اللي ذكرتها اضافه الى الاعداد الاخرى اليوم قاعد نعم. ينتهج سياسه تهجير وتغيير الديموغرافي نعم. لبعض لبعض المناطق وخاصه نعم. المناطق اللي أحزان بغداد مثل ما نقول يعني اليوم نعم. الطارميه وغير الطارميه هل هل هناك كذا جرف صخر يعني هل نقول انه في جرف صخر وفي جرف صخر واحد واثنين وثلاثه ستكون بي بي بسبب هذه الميليشيات؟ نعم نعم هذا السؤال حقيقه يعني سؤال مهم استاذ راغب ويعني إحنا كمحللين سياسيين ولو نتفاوت في طبيعة الرؤية لكن يبدو لي أنه مثل ما حصل في مرة من المرات أعتقد قبل أربع سنوات خمس سنوات لربما يعني أنه توسيع محافظة كربلاء على حساب محافظة الأنبار وهي الغايه من عدها انه حزام بغداد الطارمية و الصخر واجزاء من من دياله هي هي لاجل حمايه التحركات والتفاعلات لهذه الميليشيات الطائفيه نعم. ولاجل ان تحقق الحقيقه السيطره على كل مخارج بغداد ومحاولة جعل هذا الحزام هو الساحة الاساسية للتدريب واقامة المعسكرات وخزن وخزن الاسلحة، هناك مشاريع كبيرة لهذا الموضوع، اضافة إلى ذلك التهجير لم يحصل فقط في حزام بغداد، التهجير حصل من الجنوب إلى الشمال أيضاً. وحصل من 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 الشمال إلى الجنوب أيضاً. في الموصل تم تهجير كثير من الجنوب الى في صلاح الدين تم تهجير هي هي عباره عن عمليه مخطط لها لاجل تهجين المجتمع وبالتالي الغام هذا المجتمع بعوامل طائفيه تمكن ايران وعملائها وخونتها والميليشيات من اجل السيطره على مجتمع هذه المحافظات فالانبار ولا يعني حتى القواعد الامريكيه اللي موجوده نصبت في 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 المواقع السنيه او في المواقع... ايضا لها مصالحها الخاصه والا امريكا ممكن ان تسوي نسوق... نسوق... قاعده في ديقار ولا تسوي قاعده بالبصر لكن هذا الامر مخطط له فأنا في تقديري أنه بغداد مهمة جدا وهناك مصطلح إيراني يقول أن أسقاط بغداد هو أسقاط العراق وهم يريدون يتحكمون بهذا الموضوع إضافة إلى ذلك أن لا يجعلون الحزام حول بغداد حزام محصن ومن قبل قوى معارضة مذهبيا وطائفيا دكتور لكن يعني اريد اريد اعود للانتخابات اين هؤلاء اللي ما يسمون انفسهم بممثلي هذه المناطق هؤلاء اللي يقولون احنا نمثل هذه المناطق اللي اللي كان حزام بغداد او او في الانبار او صلاح الدين او نينوى او ديالة اين هؤلاء اين هؤلاء اللي يدعون انه يمثلون هذه المناطق من هذا التهجير ومن هذا التغيير ومن ومن واين هم من من اهاليتهم اللي بالسجون الان في سجون الميليشيات وفي وفي وفي, وفي معسكرات النازحين. نعم. استاذ بال... راغب يعني هذا جزء ايضا من حديث السجون. السجون مملوءه مو 40 الف سجين موجود الان مع كل انواع التعذيب هذا واحد اثنين العمليه الانتخابيه بكاملها بكل محتوياتها لا تفرغ الا لصالح ايران وامريكا هذا واحد فلا يمكن لاي ناخب ولا يمكن لاي شخص ان يتقدم مرشحا في الانتخابات ما لم يكن منتميا الى طائفه او ميليشيا معينه او جهه ترضى عنها ايران وامريكا فهو المخطط مرسوم وموجود ومتفق عليه والاتفاقات ما بين ايران وامريكا على تسميه المواقع والمناصب لا جدال فيها كل المواقع اللي موجوده الان بال بال بالعمليه الانتخابيه كانت برلمانيين او كانت مواقع من قبل وزاره او من قبل رئيس وزراء او من قبل منظمات اخرى كلها متفق عليها ما بين امريكا سياسيا وما بين ايران ولهذا لا يعول على هؤلاء الذين يدعون انهم تم انتخابهم من قبل الشعب بصوره قانونيه وعادله ان ينقلون ماسي وينقلون غصات الشعب العراقي الى البرلمان ويحاولون ان يحولوها من 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 سلبيات الى ايجابيات و يدافعون عن حقوق العراق سواء كان محليا او دوليا وانما كلها يعني حقيقه تعود الى الاتفاقيات اللي موجوده ما بين دول لربما حتى تتدخل بها فرنسا والمانيا وبريطانيا وبالتاكيد يعني وكل واحد من هؤلاء يحاول ان أن يكسب الناخبين اللي لهم ولاء كامل لهذه الدول ومصالحها والدليل على ذلك إنه اللي غادروا العراق مثل الجعفري والخزاعي ولا غيره كثير من من الأسماء الحقيقة لا وطنية والأسماء التي لها تاريخ أسود من الفساد والنهب والسرقة. رجعوا الى الى بلدانهم اللي حصلوا بها الجنسيات وهي كندا وامريكا وهذا وجلسوا وبنوا بيوت واشتروا وعملوا مشاريع وكذا مصلحه الشعب ليس هناك ليس في بالهم مصلحه الشعب بس هو يريد يوصل الى البرلمان لاجل ان يتقاسم هذه الارباح مع بقيه اللي تم انتخابهم من قبل الميليشيات او تم ترشيحهم من قبل الميليشيات. انا لا. نعم نعم اني اني اشكرك دكتور اني اشكرك الظاهر اكو شويه تفاوت بالصوت بسبب البث نعم. انا اشكرك بنهايه حديثنا وان شاء الله تكون إن, إن لقاءات اخرى مع حضرتك الله يعزك ويخليك والله <applause> يا استاذ راغب يعني كلمه اخيره يعني نعم. الانتخاب هو عباره عن مشاركه جماعيه من قبل خونة معينين في قتل الشعب نعم. نعم. لا غير نعم. اشكرك اشكرك دكتور راي. وان شاء الله بالتوفيق بعونه تعالى شكرا جزيلا لحضرتكم ولقناتكم الموقره ولجماهيركم العظيمه الواسعه وان شاء الله نعود الى العراق شاء الله. والى حقيته بشكل عادل وقانوني ورسمي ان شاء الله, الله. الله. اشكرك جزيلا, أشكر جزيلا. اعزائي الله مش... اعزائي مشاهدي قناه بغداد الرشيد والكرامه نيوز كنا مع الاستاذ الدكتور طارق السامرائي وبرنامج لقاء اليوم نلتقيكم في لقاءات اخرى ان شاء الله في امان الله